السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة خديجة فلوغ. اليوم جيتكم بفيديو مختلف نوعا ما عن الفيديوهات السابقة واللي هي فيديوهات الطبخ. الفيديو هذا اللي جبته اليوم هو تغيير غرفة الجلوس من غرفة عادية إلى غرفة مختلفة تماما. استعملت زوج ألوان فقط، الرمادي الغامق والأبيض والرمادي الفاتح. التغيير هذا واضح جدا، واللي يدخل الغرفة يشوفها يحس بأن هناك تغيير كبير. اليوم حبيتكم تشاركوني في هذا التغيير وتعطوني رأيكم، ربما تستفيدوا أيضا من التغيير اللي درته في غرفة الجلوس. إذا عجبكم هذا التغيير ما تنسونيش باللايك والتعليق. فقط اللي خاص في هذه الغرفة تاع الجلوس الريدوات فقط، ما علقتهمش ولا الستائر، لأن الراجل اللي خيط لي فيهم مازال ما وجدهمش. وحاجة أخرى، غيرت مكان التلفاز من ما غيرتوش رايحة نغيره، من محطوط على طاولة ولا معلق في طاولة رايحة ألصقه في الحائط فوق مابل تيلي أو مابل نتاع تلفزيون. فقط هذا هو التغيير. نتمنى إن شاء الله التغيير اللي درته يعجبكم وتستفيدوا منه. كانت غرفة عادية جدا جدا، أصبحت غرفة رائعة ومختلفة بالنسبة لي أنا، أصبحت غرفة رائعة. نتمنى أنتم ثاني تشوفوها باللي شفتوا بها أنا، ولا تحسوا بهذا التغيير ويعجبكم وتستفيدوا منه إن شاء الله. ما تنسوش تشجعوني باللايك والتعليق باش نستمر في إعطاء الأحسن للمتفرجين نتاعي والمشتركين في قناتي، نعطيهم الأحسن.